بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد جعله الله سبحانه وتعالى فريضة على من استطاع إليه سبيلا. قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد فرض الحج على المسلمين في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فرض عليه صلى الله عليه وسلم وعلى أمته في السنة التاسعة أو العاشرة للهجرة. فحج صلى الله عليه وسلم وحج معه المسلمون بأعداد كثيرة من البادية والحاضرة، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلن للناس أنه سيحج، فالمسلمون تهيأوا لمرافقته صلى الله عليه وسلم ليتعلموا أحكام الحج، من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام. فهو صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد البعثة إلا هذه الحجة، حجة الإسلام، تسمى حجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها المسلمين وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فإنه صلى الله عليه وسلم ما عاش بعد هذه الحجة إلا شهرين وزيادة أيام حتى لحق بربه عز وجل. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن الحج مرة واحدة على المسلم، هذا هو الفريضة، وما زاد على الواحدة فهو تطوع. وهذه الحجة الواحدة تكون مع الاستطاعة، قال تعالى: من استطاع إليه سبيلا. استطاع إليه سبيلا، استطاع من حيث المال الذي يبلغه الحج، واستطاع من حيث البدن الذي يؤدي به الحج. فمن لم يستطع ماليا فإنه لا حج عليه، ومن استطاع بدنيا ومن استطاع ماليا ولكنه لا يستطيع بدنيا فإنه إن كان يرجى في المستقبل أن يتمكن من أداء الحج بنفسه فإنه ينتظر حتى يزول المانع فيؤدي الحج بنفسه.
أما إذا كان لا ينتظر أن يزول المانع لكبر وهرم أو لمرض مزمن لا يستطيع معه الحج فإنه ينيب من يحج عنه، ولو مات قبل أن ينيب فإنه يخرج من تركته قدر ما يحج به عنه، فيعطى من يحج عنه من تركة الميت ما يبلغه الحج ويستطيع به الحج، فهو فريضة الله جل وعلا على عباده، ولكن لما كان الحج يحتاج إلى أهبة إلى سفر وإلى مال وإلى قوة جعله الله مرة واحدة في العمر تخفيفا على عباده، وجعله أيضا فريضة على المستطيع، فمن وفقه الله للحج ومكنه من ذلك فإنه يبادر بأدائه قبل العوارض التي تحول بينه وبين الحج. وإذا حج المسلم فأولاً ينبغي أو يجب عليه أن يتهيأ للحج، أن يتهيأ للحج بالنفقة الحلال والكسب الطيب الذي ينفقه في حجته، وثانياً يتوب إلى الله من المعاصي والسيئات لأجل أن يدخل في الحج وهو نقي من الذنوب والسيئات، يتوب إلى الله عز وجل من جميع الذنوب حتى يدخل في الحج على أحسن حال. فإذا أحرم بالحج فلا بد أن يؤديه على الوجه المطلوب، قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، قال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أتم الحج هذا أمر من الله جل وعلا بإتمام الحج بعد الإحرام به، وهذا يعني أنه لا بد أن يمضي في الحج بعدما أحرم به حتى يؤديه، وكذلك العمرة إذا أحرم بها وجب عليه أن يؤديها ويفرغ منها ثم يتحلل من إحرامه. وإن كان هذا الحج أو هذه العمرة نافلتين فإنه إذا أحرم بهما تعين عليه إكمالهما، كانتا نافلتين قبل أن يحرم بهما، فلما أحرم تعين عليه أن يكمل مناسكهما
قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، قوله فمن فرض فيهن الحج، معنى فرض يعني ألزم نفسه، ألزم نفسه بهما بالإحرام بهما، فالإحرام التزام، التزام بأداء الحج والعمرة، لا يجوز له بعد الإحرام أن يتخلى عن إحرامه ويرفض إحرامه كما يفعل بعض الجهال، فإنهم إذا أحرموا بحج أو عمرة فإنهم إذا رأوا مشقة أو زحاما شديدا تركوا الإحرام ولبسوا ملابسهم ورجعوا إلى بلادهم، لا لشيء إلا لأنهم قد واجهوا مشقة أو زحاما، أو أنهم بدا لهم أن لا أن يتنازلوا، هذا لا يجوز. فمن فرض فيهن الحج أتم الحج والعمرة إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا أحصر بعد الإحرام، منعه عدو، الإحصار معناه المنع والحبس، معناه الحبس، فإذا أحرم بالحج أو العمرة فحبسه عدو، منعه من دخول البيت، فإنه حينئذ يذبح هديا ويتحلل في مكانه. قال تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالعمرة عام الحديبية وصدهم المشركون، منعوهم من دخول مكة، فإنه صلى الله عليه وسلم لما تفاوض معهم على أن يرجع هذا العام ولا يدخل مكة منعوه، وأن يأتي من العام القادم فيؤدي العمرة المقاضاة. لما عقد معهم الصلح على ذلك أمر أصحابه أولا هو صلى الله عليه وسلم ذبح هديه ونحر وحلق رأسه، وأمر أصحابه بذلك فنحروا هديهم وحلقوا رؤوسهم ورجعوا إلى المدينة لأنهم محصرون. فمن كان حاله مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، منعوا من الدخول إلى مكة بعدما أحرموا، فإنهم يذبحون ما استيسر من الهدي من إبل أو بقر أو غنم، ثم يتحللون من إحرامهم ويرجعون وليس عليهم شيء، ليس عليهم شيء. أما أن يتنازل عن الإحرام غير إحصار، وإنما لأنه ما يريد أنه يمضي، فهذا لا يجوز، والإحرام باق عليه حتى لو رفضه هو باق عليه، لا يخرج منه إلا بأداء المناسك، يجب التنبه لذلك. فهذا من معنى قوله وأتموا الحج والعمرة لله، من قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج. أيضا لا بد من أداء المناسك على الوجه المطلوب الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، لأن بعض الناس يذهب إلى مكة ويذهب إلى الحج لكن إنما يعمل بعض المناسك،
يعمل بعض المناسك، البعض الآخر يتساهل فيه. مثلا إذا جاء إلى عرفة بالنهار ما يستمر إلى غروب الشمس، ينصرف قبل غروب الشمس، فهذا نقص، لأن الواجب أن من وقف بعرفة في النهار أن يستمر إلى غروب الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال خذوا عني مناسككم. فهو وقف بعرفة هدى الركن، لكن ترك واجبا وهو الاستمرار إلى غروب الشمس، فهو لم يكمل. كذلك من الناس من إذا فاض من عرفة ومر على المزدلفة لا يبيت بها، لا يبيت بها، يذهب إلى منى، إنما يمر مزدلفة عابرا، وقد يصلي المغرب والعشاء ثم يمشي. والمبيت بمزدلفة بعد الدفع من عرفة واجب من واجبات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها إلى أن طلع الفجر، ثم صلى الفجر بغلس مبكرا، ثم وقف بعد الفجر ودعا عند المشعر الحرام، ثم دفع إلى منى بعد قبيل غروب الشمس، قبيل طلوع الشمس، دفع إلى منى قبيل طلوع الشمس. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بات وقال خذوا عني مناسككم، ورخص لأهل الأعذار، رخص لأهل الأعذار أن ينصرفوا من منى بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل رخص لأهل الأعذار كالنساء والأطفال والمرضى الذين لا يستطيعون الاستمرار في مزدلفة إلى الفجر، رخص لهم بالانصراف بعد منتصف الليل. ولمن يصحبهم ممن يحتاجون إليه، هذه رخصة، رخصة من الواجب، الواجب الاستمرار إلى الفجر، لكن نظر لعذر هؤلاء رخص لهم صلى الله عليه وسلم. أما الانصراف قبل منتصف الليل هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن به. وكذلك يرخص لمن لا يستطيع المبيت بمزدلفة لمرض، ما يستطيع المبيت بمزدلفة لمرض يحتاج معه إلى النقل للمستشفى أو إلى مكان يرتاح فيه من معاناة المرض، فهذا يسقط عنه المبيت لأنه معذور. وكذلك الذين يخدمون الحجاج كالسقاة والرعاة والأطباء ومن في حكمهم ممن يخدمون الحجاج ويحتاجون في خدمتهم للحجاج أن ينصرفوا من مزدلفة ولا يبيتوا فيها، هؤلاء لهم رخصة. النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بمزدلفة نظرا لعذرهم، أما غير هؤلاء فلا يجوز لهم، لا يجوز لهم ترك المبيت ولو على الأقل إلى نصف الليل، يبيتون بمزدلفة ولو على الأقل إلى نصف الليل، وإن استكملوا الليل ودعوا بعد الفجر، صلوا الفجر ودعوا، فهذا أكمل وأفضل. وبعض العلماء يقول هذا واجب لا بد أن يستمروا. فالحاصل أن المبيت بمزدلفة يتساهل فيه الناس، ويقولون إن
العالم الفلاني يقول كذا والعالم الفلاني يقول كذا ومذهب فلان كذا. نحن نتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قال لنا خذوا عني مناسككم ولا نقلد أحدا غير الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو تتبعنا الأقوال حصل خلل كبير. الأقوال منها ما هو صواب ومنها ما هو خطأ. فنحن إنما نأخذ الصواب الموافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ونترك الخطأ. هذا حج لا نقلد به أحدا يخل بحجنا. وكذلك المبيت بمنى مثل المبيت بمزدلفة، واجب من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها ليالي تشريق في 11 و12 و13، وقال خذوا عني مناسككم. المبيت بها واجب في منى، إلا أن الله رخص للتعجل، رخص بالتعجل في يومين. فإذا رمى الجمرات يوم 12 بعد الظهر بعد الزوال له أن يتعجل ويرحل من منى، وإن تأخر إلى اليوم 13 ورمى بعد الزوال في اليوم 13 بيت ليلة 13 ورمى في اليوم 13 بعد الزوال فهذا أكمل. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن التعجل جائز لقوله تعالى فمن تعجل يومين فلا إثم عليه، وهذا من إتمام الحج. بعض الناس لا يبالي بالمبيت بمنى، لا يبالي بالمبيت بمنى، وعنده أنه سواء بات بمنى أو غيرها أو بالعزيزية أو في مكة أو حتى في جدة أو في أي مكان لا يبالي، وهذا لم يتم الحج. الله قال وأتم الحج. بل إن من أصحاب الحملات الآن من يخير الحجاج، يقول تبي تنزل في مزدلفة ولا في منى؟ إن كان تنزل في مزدلفة فالسعر أرخص، وإن كان تنزل في منى فالسعر أغلى. يجعله تجارة، يجعله تجارة ويتصرف بالمناسك على كيفه. هذا لا يجوز أبدا. المسلم يحاول أنه يكون في منى، يحاول، فإذا عجز أن يكون في منى ينزل في طرف الحجاج، ينزل في طرف الحجاج ويأتي في الليل راجلا يمشي ويبيت في منى إذا تيسر له ذلك. يحاول المبيت في منى مهما استطاع. وإن نزل في منى فهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل في منى ولو كان السعر غاليا. هو جاي حج، ما جاي يماكس في الحج ويطلب النزول في القيمة، لا، هو جاي بيحج. فلماذا إذن لا يتم حجه وينزل في منى ولو زاد عليه السعر؟ إذا كان لا يستطيع لا يحج، إذا كان لا يستطيع إلا بحج الرخيص لا يحج، يكمل الحج. لأن الله جل وعلا يقول وأتم الحج والعمرة لله. وعلى أصحاب الحملات أن يتقوا الله ويراقبوا الله فلا يتلاعبوا بالحج ويغررون بالحجاج، يقولوا له تبي في مزدلفة السعر كذا أخفض، تبي في منى السعر أرفع. هذا ما هو تلاعبون به، هذا حكم شرعي ونسك من المناسك، لا يتلاعبون به هذا التلاعب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك من التلاعب بالحج أن بعض الناس يظن أنه إذا وقف بعرفة أن هذا هو الحج، وإذا وقف بعرفة ينصرف يرمي الجمرة العقبة ويوكل من يكمل عنه المناسك ويرجع البلاد. هذا ما أتم الحج،
لماذا يأتي يحج وهو ما مكمل من الحج؟ فإذا وقف بعرفة ورمى الجمرة يوم العيد، أو بعد بعضهم ما يرمي الجمرة، يذهب إلى بلاده ويوكل على باقي الحج. هذا لا يسوغ له توكيل، إنما يجوز للعاجز أو للمترفه. العاجز اللي ما يستطيع، هذا مترفه فيرجع لأهله. وربما يستدل جهلا بقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، ويظن أنه إذا وقف بعرفة حصل الحج خلاص. لا، الحج عرفة معناها أن الركن الأعظم من أركان الحج هو عرفة، لا أنه هو الحج كله، ولكن معناها أنه هو الركن الأعظم من أركان الحج، كما قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، لأن فالدعاء هو أعظم أنواع العبادة، لا أن العبادة كلها في الدعاء، لا، عبادة دعاء، العبادة ذبح واستغاثة بالله عز وجل، وذبح للهدي والأضاحي والقرابين، يذبح لله، ينذر لله، يدعو الله، يستغيث بالله، يصلي، يصوم، يحج، يعتمر. العبادة كثيرة، أنواع كثيرة. ليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة أن الدعاء أن العبادة محصورة في الدعاء. إذن ما يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يقتصر على الدعاء فقط، هذا قول الباطنية. يجب يتنبه لهذه الأمور. فيجب على من حج أن يكمل حجه، يقف بعرفة، يبيت بمزدلفة، يبيت بمنى، يرمي الجمار في مواقيتها، يطوف لطواف الإفاضة، يطوف طواف، يسعى بين الصفا والمروة، يطوف طواف الوداع، لأن أركان الحج أربعة: الوقوف بعرفة، الإحرام أولا الإحرام، ثانيا الوقوف بعرفة، ثالثا طواف بالبيت، طواف الإفاضة، رابعا السعي بين الصفا والمروة. هذه أركان الحج، وواجباته سبعة. واجباته سبعة: الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهارا، المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى، رمي الجمار، الحلقة والتقصير، طواف الوداع. هذه واجبات الحج سبع. وأما السنن فهي كثيرة، سنن الحج كثيرة. ما زاد عن الأركان والواجبات فهو من السنن في الحج. فأداء الحج هو الإتيان بأركانه وواجباته في مواقيتها وعلى الكيفية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، بينها لأمته. هذا هو إتمام الحج، تم الحج والعمرة لله. ومن أعظم إتمام الحج والعمرة لله خلوها من المعاصي، خلوهما من المعاصي والسيئات. قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق، أو من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه. ومن أعظم الذنوب والسيئات الشرك بالله عز وجل، هذا يبطل الحج والعمرة. الشرك بالله، كان يدعو غير الله، استغيث بغير الله، هذا يبطل العمل حجا أو غيره. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك.
ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فمن حج وهو يستغيث بالأموات ويذبح للقبور وينذر للأموات فهذا لا حج له إلا أن يتوب إلى الله قبل أن يحج، قبل أن يحرم يتوب إلى الله من الشرك. أما إن حج وهو متلبس بالشرك مستصحب للشرك حجه باطل وهو تعب بلا فائدة، وهذا أعظم الذنوب، أعظم ذنب عصي الله به هو الشرك بالله عز وجل. كذلك لا يحج لأجل الرياء والسمعة أو طلب المال، هذا عبادة يخلصها لله عز وجل، لا يحج للرياء والسمعة، فإن المرائي بعمله لا يقبل منه، المرائي بعمله اللي يريد مدح الناس ثناء الناس عليه أن يقولوا فلان ما شاء الله يحج يعتمر فلان، إذا كان يقصد هذا فليس له حج ولا عمرة، لأنه يرائي الناس ولم يتق الله سبحانه وتعالى، وهذا فعل المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا والعياذ بالله. فأعظم ما ينقي الحاج حجه وجميع أعماله، جميع أعماله نقيها من الشرك، وإلا فإنها باطلة وحابطة مهما أتعب نفسه في ذلك. بعض الناس تسمعه يروح للمقابر يدعو الأموات يستغيث بهم، وهم حجاج مع الأسف، يروحون للمعلات، يروحون للمعلات مقبرة المعلات ويلهجون بدعاء الأموات والاستغاثة بهم، أو إذا ذهبوا للمدينة يذهبون لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى البقيع أو إلى قبور الشهداء في أحد ويدعونهم ويستغيثون بهم وهم جاءوا حجاج أو معتمرون، هؤلاء ليس لهم حج ولا عمر حتى يتوبوا إلى الله عز وجل ويخلصوا عملهم لله. بعض الناس يزاول البدع في الحج، يأتي بالبدع بالأذكار الصوفية في الحج، الأذكار الصوفية المبتدعة في الحج، الدعاء الجماعي في الحج، أو أشد من ذلك، أشد من ذلك أنه يذهب إلى الآثار اللي يسمونها الآثار يتبرك بها، يذهب إلى جبل الرحمة في عرفات يتبرك به، ويظن أن الوقوف بعرفة هو الذهاب للجبل والتبرك به، تزاحمون عليه ويتمرغون على ترابه ويقبلون الصخرات، يطوفون بالعمود اللي فوق الجبل، هذا شرك بالله عز وجل، هذا شرك بالله عز وجل، طلب للبركة والأجر من غير الله عز وجل. الذهاب إليه، الذهاب إلى الجبل واعتقاد أنه عبادة بدعة، فكيف إذا ذهب إليه ليتبرك وليتمسح بالصخر وليطلب البركة ويكتب أوراق ويضعها في الصخرات وفي النقوب؟ يا سبحان الله، كيف يعني الشيطان يلعب بني آدم إلى هذا الحد؟ الله جل وعلا يقول وأتم الحج والعمرة لله لا لغير الله سبحانه وتعالى، ولا يقرون الآية ولا يفهمونها أو ما يريدون الفهم، لله يروح للجبل عرفة، يروح للمقابر كما ذكرنا يتبرك ويتوسل ويستغيث بالأموات وينحب ويصيح وهو جاي يحج لله عز وجل، وين الحج لله؟ هذا حج للشرك ما هو لله عز وجل. بعضهم يذهب إلى جبل حراء، الجبل الصعب الطويل، ويمضي وقتا طويلا بالصعود
ويكلف الكبار والعجزة والمرضى يروح بهم معها والديه والداه أو من معه من المرضى والضعاف والأطفال ويروح يصعد بهم جبل مرتفع شاق. ما أمرك الله بهذا؟ أنت تحمل نفسك بدعة وشر ولا لك أجر في هذا، بل أنت آثم، أنت آثم بهذا. وليس هذا لا من الحج ولا من العمرة ولا من العمل الصالح، ذهابك إلى جبل حراء. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذهب إلى جبل حراء بعد البعثة أبدا، إنما كان يذهب إليه قبل البعثة يوم كان الناس على الشرك يخلو بربه ويبعد عنهم وعن عبادة الأصنام. هذا قصده عليه الصلاة والسلام، وهم قصده إن غار حراء أو جبل النور إنه مقدس أو إن الذهاب له فيه أجر، لا، إنما كان يذهب إليه لحاجة وانتهت الحاجة، كما ذهب إلى غار ثور اختفاء عن المشركين لما أراد الهجرة، ما ذهب إلى غار ثور للبركة إن له خاصية، وإنما ذهب إليه للحاجة لأجل أن يختفي فيه عن المشركين وعن الأعداء. فلما انتهت الحاجة ما صار يذهب إلى هذه الجبال، وهؤلاء مستمرون على الذهاب للجبال. سبحان الله، وربما يكونون حجاج ومعتمرين وضيعون وقتهم ودراهمهم في الذهاب إلى هذه الأماكن، ولو جلسوا في المسجد الحرام يصلون ويقرؤون القرآن ويذكرون الله ويطوفون، الصلاة الواحدة عن 100,000 صلاة فيما سواه، أيها الذهاب إلى هذه الأماكن التي لم يشرع الله الذهاب إليها، بل الذهاب إليها محرم وبدعة. فيجب على الحجاج وفقهم الله أن يتنبهوا لهذه الأمور، ولا يغتروا بمن يفعل هذا من الجهلة أو المشعوذين أو الضالين، أو يغتروا بما يكتب في بعض المناسك وبعض الكتب من الحث إلى الذهاب إلى هذه الأماكن. عليهم أنهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يؤدوا الحج كما أداه النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. كيف نأخذ عن الرسول مناسكنا وهو ميت عليه الصلاة والسلام؟ نأخذها من سنته، من الأحاديث الصحيحة التي وصفت لنا كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة ذكروا خطواته من مشى من المدينة إلى أن رجع إلى المدينة، ذكروا خطواته صلى الله عليه وسلم حتى في طريقه إلى المدينة ورجوعه إليها، المنازل التي نزلها، لا لأجل أن يتبرك بها، ولكن هذا من الدقة في الرواية ومتابعة تاريخ وسير الرسول صلى الله عليه وسلم، هو بعبادة له. ولما جاء مكة وأخذ في المناسك كانوا يقتدون به صلى الله عليه وسلم ويروون عنه، يروون عنه وين وقف في عرفة وماذا قاله واقف في عرفة: خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. متى انصرف من عرفة؟ وين ذهب بعد الانصراف من عرفة إلى مزدلفة؟ كيف فعل في مزدلفة؟ صلى بها المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم بات صلى الله عليه وسلم إلى أن طلع الفجر، فصلى الفجر في أول وقتها، ثم وقف يدعو عليه الصلاة والسلام، ثم انصرف إلى منى، وأول شيء بدأ به رمي جمرة العقبة، ثم نحر هديه صلى الله عليه وسلم، ثم حلق رأسه، ثم ذهب إلى مكة وطاف طواف الإفاضة وسعى بين الصفا والمروة عليه الصلاة والسلام. رواه لنا حجه صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة، لأجل أن، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، حيث قال: خذوا عني مناسككم، يعني خذوها مني حيا بمشاهدتي والسير معي، وخذوها مني ميتا بأحاديثي الصحيحة الثابتة التي رواها أصحابي. فكأنه بيننا صلى الله عليه وسلم، كأنه يحج معنا كل سنة،
كأنه يحج معنا كل سنة، لأن الأحاديث التي وصفت حجه وعمرته صلى الله عليه وسلم موجودة ولله الحمد، ومضبوطة ومتقنة ومحفوظة ومشروحة وموضحة. لكن أين من يريد هدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إنما يقلد بعضهم بعضا، ولا وإذا قيل لهم سنة الرسول كذا قالوا لا، لكن فلان يقول كذا، تقول له سنة الرسول وهو يقول لا، فلان يفعل كذا، فلان يقول كذا. فسبحان الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فعلى الحجاج أن يخلوا حجهم وعمرتهم من الذنوب والمعاصي، وأعظمها الشرك والبدع وسائر المعاصي. قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. ما هو الرفث؟ الرفث هو الجماع ودواعيه، من كلام في النساء أو نظر إلى النساء أو نظر في الشاشات التي وجدت الآن وفيها النساء وفيها المعروضات السيئة، هذا من الرفث، وهو ما يتصل بالجماع من قول أو فعل، هذا ما يتصل بالجماع. فكيف بالجماع؟ أشد. فالمحرم يحرم عليه الرفث وهو الجماع، وكل ما يدعوه إلى الجماع من نظر أو لمس للنساء أو حديث مع النساء بالشهوة أو بما بين الرجال والنساء، الأزواج بينهم، ما يجري بينهم من الكلام العشرة، تجنب هذا، لا رفث ولا فسوق. حتى امرأتك اللي مباحة لك تتجنبها إذا أحرمت، بمعنى أنك لا تلمسها بشهوة، لا تنظر إليها بشهوة. فكيف تنظر إلى النساء الأجنبيات؟ كيف تلامس النساء الأجنبيات؟ كيف تنظر إلى الشاشات الفاسدة؟ لا رفث ولا فسوق. الفسوق هو المعاصي بجميع أنواعها، سميت فسوقا لأن الفسق في اللغة الخروج، والعاصي خرج عن طاعة الله عز وجل، فلذلك سميت المعاصي فسوقا، وأعظمها الشرك بالله عز وجل، وأعظمها البدع، قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. بعض المغرورين يقول: لا، البدع فيها شيء حسن، هناك بدعة حسنة. يا سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة، وأن تقول هناك بدعة حسنة تستدرك على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كل بدعة ضلالة. والبدعة ما هي؟ هي ما أحدث في الدين مما ليس منه، ليس له دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، ليس عليه أمرنا، ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، هذا هو البدعة في العبادات، وهو ضلالة. وهؤلاء يقولون: لا، هناك بدعة حسنة. هذا من المحادة لله ولرسوله. الحاصل هذا هو الفسوق، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجدال هو المخاصمة والممارات في الكلام، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، ويتجادلون. هذا فيه تفصيل: إن كان الجدال لبيان الحق ورد الباطل فهذا واجب. قال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. أما إذا كان الجدال ليس لبيان حق ولا لرد باطل، وإنما هو لإضاعة الوقت وليظهر الإنسان نفسه أنه فاهم وأن غيره غلطان، فهذا منهي عنه، ولا جدال في الحج، لأن هذا يستفرغ الوقت ويحقد القلوب بعضها على بعض، فيترك الجدال إلا في الحق. ومثله الحديث: من حج فلم يرفث
عرفنا الرفث، ولم يفسق عرفنا الفسوق. فالحاج ينزه حجه، ينزه حجه عن الفسوق، وأشده الكفر والشرك والبدع والمحدثات، ثم بقية المعاصي، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثم قال: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. لما نهى عن الجدال، لما نهى عن الرفث والفسوق والجدال، وجه إلى الخير بدلا من ذلك. ما تفعلوا من خير، استغل وقتك في التلبية، استغل وقتك في التهليل والتكبير، استغل وقتك في الدعاء والاستغفار، استغل وقتك في تلاوة القرآن، استغل وقتك في صلوات النوافل. ما تفعلوا من خير يعلمه الله. وعملك مضاعف، لأنك في الحرم زمان فاضل وهو أشهر الحج، ومكان فاضل وهو الحرم، فاستغل وقتك يا أخي. وأنت أيضا في عبادة، أنت محرم، فاستغل وقتك فيما ينفعك، والأفضل فيما يضرك. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، يعني لا تظن أن الله يغفل عن شيء. كل ما تفعله من كبير أو صغير أو قليل أو كثير، فإن الله يعلمه ويكتبه لك ويضاعفه لك. وفي مقابل ذلك، من يفعل الشر فإن الله يعلمه سبحانه ويحاسبه عليه. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ثم قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. سبب نزول الآية أن قوما كانوا يحجون ولا يأخذون معهم زاد، ويقولون نحن متوكلون. طيب منين يأكلون ويشربون؟ يناظرون للي مع الناس، يناظرون لأيدي الناس، ويقولون نحن متوكلون. هذا كذب. الذي يتوكل على الله يأخذ الزاد، لأنه لا منافات بين التوكل على الله وأخذ الزاد وفعل السبب. أما الذي يقول أنا متوكل ويترك الزاد ويصير عاله على الناس، هذا متأكل وليس متوكلا. ولا هنا أحد يستغني عن الزاد، لا هنا أحد يستغني عن الزاد، تصبح عاله على الناس، خذ معك زاد. ولذلك قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. شوف، من استطاع، اللي ما عنده زاد هذا ما هو مستطيع، لا تحج. وتزودوا فإن، ثم لما أمر بالزاد الدنيوي نبه على الزاد الأخروي، فقال: فإن خير الزاد التقوى. سفر الدنيا له الزاد اللي هو الطعام والشراب، لكن سفر الآخرة ما له طعام وشراب، زاده التقوى، وهي طاعة الله عز وجل، طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما حرم الله ورسوله، هذه هي التقوى. فإن خير الزاد التقوى. ثم قال: واتقون، أمر سبحانه وتعالى بتقواه، أن يتقيه العبد فيؤدي ما أوجب الله عليه، ويجتنب ما حرم الله عليه، وأن يرجو ثوابه ويخاف من عقابه. ثم قال: يا أولي الألباب، أصحاب العقول. الألباب العقول جمع لب، وهو العقل، لأن الذي يتقي ربه هذا دليل على عقليته، والذي لا يتقي ربه هذا دليل على عدم عقليته أو نقصان عقليته. مهما كان الإنسان من الحذق، إذا كان لا يتقي الله فهو ليس من ذوي الألباب وليس من أصحاب العقول. عنده عقل معيشي، لكن ليس عنده عقل لب ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. هذا. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لمعالي شيخنا على هذا البيان والإيضاح، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به وأن يجعله في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستأذن
معالي الشيخ في عرض أسئلة الإخوة، ونبدأ بالإخوة في مدينة عرعر في جامع الأمير عبد العزيز بن مساعد. الشيخ عبد العزيز العنزي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم. معالي الشيخ أحسن الله وجيكم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل: ما المقصود بالمبيت؟ هل ينام هو هل أن ينام أم المكس؟ وهل يشترط أن يكون طوال الليل أم جزء منه؟ أحسن الله إليكم. شغل أهل السؤال شهر العزيز. يقول السائل: ما المقصود بالمبيت؟ هل ينام أم المكس؟ وهل يشترط أن يكون طوال الليل أم جزء منه؟ المراد بالمبيت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ينام لأجل أن يستريح بعد الوقوف لعرفة، ويستريح لأعمال يوم العيد، يأخذ راحته. هذا يعينه، نومه في مزدلفة يعينه على الاستمرار في أداء المناسك. هذا هو الأولى والأحسن له. أما لو جلس ولا ينام فهذا بقاؤه في مزدلفة يكفي، ووجوده في مزدلفة يكفي، لكنه ترك الأفضل وهو النوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل أن يستعين بالنوم على يرتاح مما سبق من التعب في عرفة، ويستعد للأعمال يوم العيد. هذا أحسن، أنه ينام ولا يجلس ويجلسون ويصير لهم ضحك ويصير لهم مزح ويصير لهم، هذا قد يأثر بعد على حجهم، كونهم ينامون ويستريحون أحسن. نعم. والمبيت كما ذكرنا على الأقل إلى نصف الليل، وإن استمر إلى آخر الليل وصلى الفجر في مزدلفة فهذا أفضل وأكمل وأتم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من حج وكانت عنده بعض الأعمال الشركية ثم تاب من ذلك وعرف الحق، هل يلزم بالحج مرة أخرى؟ أحسن الله إليكم. إذا تاب الله عليه، تكون حجته صحيحة، تكون حجته صحيحة بالتوبة إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من لا يحفظ كثير من الأدعية، هل يجوز له اصطحاب بعض الكتب، كتب الأدعية، وقراءتها في المواضع التي تشرع فيها الأدعية؟ أحسن الله إليكم. لا بأس بذلك، أن يستصحب معه كتابا في الأحكام، وفيه أحكام الحج، وفيه أيضا الأدعية، لا بأس، يذكره بالأدعية النافعة، لكن ما هو كل كتاب، المراد الكتاب الموثوق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في العام الماضي أديت فريضة الحج ولكن بدون تصريح، هل تقبل فريضة الحج أم لا، علما أنها حجة الإسلام؟ أحسن الله إليكم. إذا حججت وأتممت الحج بأداء المناسك المطلوبة صح حجك، وتكون عاصيا عدم التصريح، لكن الحج صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرت يا شيخ أن من أركان الحج الإحرام، ومن الواجبات الإحرام من الميقات، هل يستطيع شخص أن يحرم من غير الميقات؟ وما الفرق بين الإحرام والإحرام من الميقات؟ أحسن الله إليكم. الإحرام هو النية، نية الدخول في النسك، ومن الميقات هذا المكان، يحرم من هذا المكان، فإن تعداه وأحرم بعدما تعداه إحرامه صحيح، لكن يكون عليه دم، لأنه ترك واجبا وهو أن يحرم من الميقات. أما إحرامه صحيح ويكون عليه دم يجبر النقص. نعم. ففي فرق بين الإحرام من الميقات والإحرام. الإحرام هو نية الدخول في النسك، هذا لا بد منه، ولا ينعقد حجه إلا بذلك. وأما الإحرام من المكان هذا واجب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الصحيح في الدعاء عند صعود الصفا؟ هل هو في جميع أشواط السعي؟ وهل يقال عند المروة كما يقال عند الصفا من قراءة الآية وغيرها؟ نرجو التوجيه أحسن الله إليكم. نعم نعم، إذا رقع على الصفا استقبل القبلة ورفع يديه ودعا بالأدعية الواردة، وكذلك على المروة في كل شوط، في كل شوط يدعو على الصفا ويدعو على المروة في كل شوط. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أشهد الله على حبكم فيه يا شيخ، أما السؤال ما هي صفة الحج في نسك القران؟ أحسن الله إليكم. نعم. قل السائل: ما هي صفة الحج في نسك القران؟ في نسك القران أن يحرم بالحج والعمرة معا بنية واحدة من الميقات، ويبقى على إحرامه إذا جاء مكة، يبقى على إحرامه يطوف للقدوم، وإن شاء سعى بعد القدوم مقدما، ثم يبقى على إحرامه إلى يوم العيد، فيرمي جمرة العقبة ثم يحلق رأسه، ثم يحل التحلل الأول، ثم يرجع يذهب إلى مكة ويطوف للإفاضة، ويسعى إن لم يكن سعى مع القدوم يسعى بين الصفا والمروة، فالقارن عليه طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته، ويذبح الهدي، يذبح الهدي في يوم العيد أو بعد يوم العيد متى ما تيسر له في أيام التشريق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الحج مع الاستطاعة ولكن أحد الوالدين لا يريد أن تؤدى أو أن أؤدي فريضة الحج؟ أرجو التوجيه أحسن الله إليكم. إذا كان الوالدان يحتاجان لك لبقائك عندهما، خدمتهما لكونهما مرضى أو عاجزين يحتاجان لخدمتك لهم بقائك عندهم، تبقى عندهم وتؤجل حج الفريضة إلى وقت آخر. أما إذا كان الوالدان غنيان، إذا كان الوالدان غنيين ولا يحتاجان لك، فليس لهما أن يمنعاك من حج الفريضة، كما أنهم لا يمنعانك من الصلاة ومن الصيام، فلا يجوز أن يمنعاك من حج الفريضة، فتحج ولو لم يرضى بذلك. نعم. أشكر الأخوة في مدينة عرعر لكثرة الأسئلة، نكتفي بهذا القدر من الأخوة في مدينة عرعر، وننتقل قبل أن نبدأ أسئلة الحضور وأسئلة الإنترنت. أستاذن معالي الشيخ في عرض أسئلة المتعلقة بمحاضرة الشيخ والتي رسلت لها جائزتان هي كتب أشرطة في المناسك، فنبدأ بعرض الأسئلة مع الشيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأزكى المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي محاضرة الشيخ النافعة الماتعة بين الشيخ حفظه الله ونفع به معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فما معناه؟ أشكر الإخوة الذين شاركوا، وأنبه قبل أن ننتقل لأسئلة الانترنت وأسئلة الحضور، محاضرة الشيخ إن شاء الله غدا مع معالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وهي فتاوى عن الحج، وستعرض جميع الأسئلة التي مرت معنا في اللقاءات السابقة ولم نستطع عرضها، سيتم إن شاء الله عرضها غدا إن شاء الله تعالى. ونبدأ بسؤال جاءنا من الانترنت، قال هذا السائل: فضيلة الشيخ صلى الله عليكم، نرجو بيان أقسام التبرك ومتى يكون شركا ومتى يكون بدعة. التبرك لا حصر لأقسامه، تبرك بشجرة بحجر ببيت بأي شيء، ما له عدد معين، ويكون شركا إذا كان يعتقد أن البركة تحصل من المخلوق، إذا اعتقد أن البركة تحصل من المخلوق فهذا شرك بالله، شرك أكبر.
أما إذا اعتقد أن البركة من الله ولكن هذا المخلوق سبب، أن هذا المخلوق سبب للبركة، هذا بدعة، إلا ما جعله الله سببا. نعم، الله جعل أشياء مباركة مثل الكعبة ومثل مثل الحجر الأسود ومثل ماء زمزم، هذه جعلها الله مباركة. أما أن تعتقد البركة في غير ما جعله الله مباركا، هذا بدعة. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول وجود الشخص، معنى الشيخ تحدث عن هذه المسألة لكن طلب السؤال عنه، يقول وجود الشخص في قمة جبل الرحمة جعل بعض الجهال من الحجاج يعتقدون فيه البركة، ومنهم من يقصده بالصلاة عنده، فهل من توجيه حول هذا الشخص صدا للذريعة؟ الشخص محدث بعد، يعني بعد القرون المفضلة، محدث ما كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد الخلفاء الراشدين ولا القرون المفضلة، وإنما أحدثه بعض الملوك اجتهادا منه، يبيه علامة على الجبل فقط، علامة على الجبل إن هذا هو يعني جبل الرحمة كما يسمونه، مجرد علامة، الناس اعتقدوا أنه للبركة. نعم، أحسن الله إليكم. لعلنا نستعرض بعض أسئلة الحضور مع الشيخ عبد الله. شيخنا الفاضل، هذا سائل يسأل يقول انتشرت في الفترة الأخيرة القنوات التي تبث السحر والشعوذة وقراءة الكف والفنجان، فما حكم مشاهدتها وسؤال من فيها وتصديقهم، وما نصيحتكم للمسلمين في كيفية مواجهة شرها؟ هذا من الفتن العظيمة التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها، فقال فتن كقطع الليل في المظلم، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن، ومن أعظمها هذه الفتنة والعياذ بالله التي تدخل على الناس في بيوتهم. فالذين نوصي به المسلمين أن يتقوا الله وأن لا يدخلوا هذه القناة في بيوتهم، أن لا يدخلوها في بيوتهم، لأنها تنشر الشرك والكفر بالله وتفسد العقيدة وتجعل الناس في شك من دينهم ومن عقيدتهم، وبل وتوهمهم بأبدانهم بأنهم مرضى وأنهم كذا وأنهم كذا، فهي قناة شر وفتنة عظيمة. فعلى المسلم أن يمنعها من بيته، وأن يمنع من يستطيع منعه من غير بيته. نعم، الله إليكم يا شيخنا. هذا يقول ما رأيكم في شخص طاف طواف الوداع ثم خرج إلى العزيزية واستراح ونام فيها إلى اليوم الثاني ثم خرج من مكة، هل عليه شيء بمبيته في العزيزية وعدم خروجه من مكة؟ أفيدونا وجزاكم الله. نعم، هذا بطل وداعه، لأن العزيزية من مكة، فهو بات في مكة بعد الوداع فانتقض وداعه، عليه أن يعيد الوداع إن كان في مكة. أما إذا مضى الوقت وخرج من مكة وسافر، تقرر عليه الدم، تقرر عليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء الحرم كفارة عن تركه الوداع. نعم، الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول ما هو أفضل أنواع النسك لمن حج أكثر من مرة؟ من أفضل أنواع النسك هو التمتع، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه من لم يسق الهدي، أمر من لم يسق الهدي من أصحابه أن يجعلها عمرة وأن يتمتع بها إلى الحج، وتمنى أن يفعل ذلك لولا الهدي الذي ساقه من المدينة، دل على أن التمتع أفضل. وإنما بقي صلى الله عليه وسلم قارنا لأنه ساق الهدي من المدينة، والذي يسوق الهدي من الحل يبقى على إحرامه، قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم، الله إليكم. وهذا سائل يسأل يقول هل يشترط سوق الهدي لنسك القران؟ لا بد من الهدي، لأن القران تمتع، نوع من التمتع. الله جل وعلا يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وما استجفى من الهدي، فهو تمتع لأنه جمع بين نسكين عمرة وحج، فعليه الهدي.
ولا يلزم انه يسوقه من الحل، لو اشتراه من مكة وذبحها او من ميناء اجزأ ذلك. نعم. وهذا اخر يقول: ما حكم الدعاء بقول جمعة مباركة لأهلي وقد اعتدت على ذلك كتهنئة لهم بيوم الجمعة؟ ما ورد هذا، تركك إياه أحسن بلا شك، شيء ما ورد لا تفعله. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم عنا خيرا. هذا يقول: من فيه مرض ربو حاد جدا هل يعذر بترك هل يترك الحج؟ إذا كان الربو مستمر معه ولا يستطيع معه الحج فإنه يوكل، لأن هذا مرض مزمن لا يرجى له شفاء وعلاج، فيوكل من يحج عنه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، إذا كان مقر الحملة في مزدلفة فهل لي أن أبيت في طرقات ميناء؟ نعم، تحاول أنك تأتي إلى ميناء وتبيت فيها في أي مكان تيسر لك، في أي مكان تيسر لك، لكن لا تبيت في طرق السيارات والخطر، أي تبيت في مكان ليس فيه خطر، ولو تجلس جلوس ما هو لازم تنام، لو ما تيسر لك تنام وتجلس إلى نصف الليل هذا أقل شيء. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: هل يجوز للحاج صيام يوم عرفة؟ لا، يكره له صيام يوم عرفة لأنه مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفطرا ودفعوا له اللبن وهو على راحلته فشربه والناس ينظرون إليه ليدل على أنه مفطر عليه الصلاة والسلام لأجل أن يتقوى على العبادة وعلى الدعاء في هذا اليوم، إنما يسن يوم عرفة لغير الحاج. نعم. أحسن الله إليكم. شيخنا الفاضل، هذا سائل يقول: بعض الناس يأخذ مبلغا على الحجة التي سيؤديها وتكون أكثر من مصروفاته، كان يأخذ 6,000 ريال ويصرف في الحج 3,000، فما حكم باقي المال؟ أولا لا يكون قصده المال، إذا كان قصده المال والطمع هذا لا حج له، لأنه يستعمل الدين للدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعماله، لا تخفاكم الآية هذه. أما إذا كان قصده الحج والرغبة في الحج وأخذ المال ليتبلغ به في الحج فهذا فيه تفصيل، إن قالوا ترد علينا الباقي يرد، وإن قالوا ما وما قالوا شيء ولا طلبوا ورد الباقي فهو إخال. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم عنا خيرا. ما حكم قولي ما حكم قول فلان الله يذكره بالخير عند الكلام عن شخص ما، هل هذا الدعاء جائز؟ نعم، هذا دعاء طيب، الله جل وعلا يذكر عبده، ينكر عبده: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرتهم في ملأ خير منهم، يعني الملائكة، الله جل وعلا يقول: فاذكروني أذكركم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا شخص يوجد بيني وبين شخص قريب لي سوء تفاهم، وقد انقطعنا عن بعض فترة من الزمن ليست بالقليلة، وحاولت إصلاح الخلاف الذي بيننا عدة مرات بواسطة الأهل ولم يحصل الذي أريد، فما أفعل وجزاكم الله خيرا؟ عليك أن تزوره وأن تسلم عليه وأن تكلمه بالجوال بالهاتف، عليك أن تواصله تؤدي الذي عليك ويكون الإثم عليه إذا قاطع. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم عنا خيرا. هذا سائل يقول: إذا فاتتني السنة الراتبة القبلية لصلاة الظهر أفاقضيها بعد الصلاة؟ القاعدة أن النوافل إذا فات محلها لا تقضى، فتأتي بالراتبة التي بعد الظهر، لأن الظهر لها راتبة قبلها وراتبة بعدها، فإذا فاتتك التي قبلها تأتي بالتي بعدها 4 ركعات بتسليمتين. نعم. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول السائل: فضيلة الشيخ، لما سمي الهدي بهذا الاسم؟ لأنه يهدى من الهدية، لأنه يهدى إلى البيت، يهدى إلى البيت تقربا إلى الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. أخذ بعض أسئلة الأخوة في الموقع وسأبدأ بالأسئلة المتعلقة بمحاضرة الشيخ. هذا السائل أحسن الله إليكم مع الشيخ يقول: هل يجوز الرمي قبل الزوال للنساء يوم العيد؟ لا بأس، من بعد منتصف الليل إلى ما غروب الشمس لا وقت الرمي، جمرة العقبة يوم العيد. أما في غير يوم العيد فالرمي يبدأ من الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي في يوم 11 و12 و13 إلا بعد الزوال، وكان ينتظر حتى تزول الشمس وينتظر أصحابه، فلا يجي الرمي قبل الزوال لا للرجال ولا للنساء. لكن المرأة إذا عجزت تخاف من الزحمة ومن الخطر توكل. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: هل غسل الحصى للرمي جائز؟ غسل الحصى للرمي جائز؟ لا أصل لهذا، لا أصل لهذا، والحصى طاهر إن شاء الله، الأصل هي الطهارة ولا حاجة إلى غسله. نعم. أحسن الله إليكم. تقول أيضا: هل يجوز تأخير حجة الإسلام للقادر عليه؟ لا، تجب الحج على الفور للقادر، ولا يؤخره إلا لعذر، إذا كان ماله عذر وهو قادر فإنه لا يجوز له تأخيره. نعم. أحسن الله إليكم. هناك ظاهرة في بيع أحجار الرمي، فهل يجوز شراء هذه الأحجار؟ ما عندك الأرض، ما إذا الأرض عندك خلي من الأرض، شو له تشري. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول من فرنسا: هل هناك دعاء يقال عند شرب زمزم؟ نعم، يقول بسم الله، هذا عند كل شراب، عند زمزم وغيره، ويدعو اللهم اجعله ريا وشبعا وشفاء من كل داء، اللهم اغسل به قلبي إلى آخره. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: اللهم اغسل به قلبي واملأه من خشيتك، يدعو بما ورد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: الشخص اشترى عقارا بقصد تأجيره، فهل عليه زكاة؟ زكاة في الأجرة، زكاة في الأجرة، إذا حصل على أجرة منه حال عليها الحول فإن وبلغت النصاب يأجرها يزكيها. نعم. أحسن الله إليكم. معالي الشيخ، هذا السائل يقول: ظهر في الآونة الأخيرة كتاب في تعظيم الآثار النبوية وجواز التبرك بها، فما رأي فضيلتكم في مثل هذا الكتاب؟ كتاب باطل، لا يجوز تعظيم الآثار النبوية، ما بقي بعد الرسول آثار من جسمه عليه الصلاة والسلام، تبرك بآثار جسمه من العرق والشعر والريق، هذا الذي والثياب التي لامست جسمه هذا يتبرك به، لكن بعد المدة الطويلة ما بقي شيء من هذا. وأما الآثار البيت اللي يقولون هذا بيت المولد وهذا كذا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز التبرك به ولا يجوز تعظيمه، لأنه يعني وسيلة إلى الشرك. نعم. يقول السائل: وهل يحذر من مؤلفه علانية؟ نعم، يحذر من الكتاب، حذر من الكتاب، وأن ما فيه كلام باطل ولا يجوز العمل به والاغترار به، أما مؤلفه فأمره إلى الله. نعم. أحسن الله إليكم. معالي الشيخ يقول: بعض الحجاج يجتمعون في الطواف وغيره من مناسك الحج ويدعون بشكل جماعي، بحيث يدعو أحدهم ويرددون بصوت مرتفع، فما توجيهكم خاصة أنهم يزعجون غيرهم ويذهبون عنهم الخشوع؟ الدعاء مشروع، لكن لا يجوز فيه أمران رفع الصوت حتى ولو كان وحده، لأنه يشوش على الناس. والأمر الثاني الجماعي، هذا بدعة، الجماعي هذا بدعة، الدعاء الجماعي والتكبير الجماعي هذا بدعة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هناك من يدعو إلى طعام الوليمة الذي يعده الحجاج عند ذهابهم للحج من البدع، وكذلك عند رجوعهم. يقول: الطعام الذي يعد للناس عند ذهابهم للحج وكذلك عند رجوعهم يجعل وليمة، لا بأس بذلك، باب التشجيع لهم والفرح بقدومهم لا بأس به، حتى غير الحجاج إذا قدم الغايب يصنعون له طعام ويجتمعون يأنسوا به، هذا من العادات ما هو من العبادات. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من ليبيريا يقول: ما حكم زيارة منى وعرفة للمعتمر؟ لا،
منى وعرفة إنما يذهب إليها وقت الحج لأجل الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى ورمي، هذا وقت الحج فقط للحاج أيضا، للحاج أيضا. نعم أحسن الله إليكم. هذه امرأة تقول كانت لا تقضي أيام رمضان عند وجود الدورة وقد ماتت وهي جاهلة وقد بلغ عدد الأيام 2.5، فماذا يفعل أهلها؟ من تبرع لها وأراد أن يقضي عنها ولو يتوازعونها